أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكالهمزة أولا مع ثلاثة أصول فقط، فإن الغالب عليها زيادتها هناك كأحمر وأبيض. دقينا درسي صد ونو لدرسكان شرح النظام. أم وكل همزتي أما جي بوكا دقرينا وبوصر مبستي سرشيكا ليردا ك بس منكر لا لا بيجدا فرمي غلبة الزيادة. فإن لم تخرج وكو بس منكرت باشا، فإن لم تخرج آوى فبالغلبة، فبالغلبة كوكوتي والله كالتضعيف إزوتشاكا عرزي براي خومكم في موضع أو موضعين ما أسلاس الحق كالبتير تسل باس ماكر وخلاصي كلام باسي تضعيف ماكر إستي كالتضعيف وكو كالهمزتي آوى باشا. يعني دلين ناسيني حرف زائد غلبة باشا هر زو باسي امشتانا ما كرت ك غلباني او مع بمعنى ك مثلا فلانه حرف لفلانه شونده بزوري بندرا وكواتب زائده بيت او غلبه بمعنى دلين ناسيني حرف زائد بغلبه وكو تضعيف بمشي وكلو بيج باسكلا وكو همزة بم حالتي يسيك بحثكري. مصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه أفرمي وكو همزة يعني غلبة غلبة زيادة خلاصي كلام وكو تي وكو همزة عرزي براي خوما كم كلا أولا وبي مع ثلاثة أصول فقط كلا قال السيحر في أصليا بي وبس لحالتك آوادا حكم دكري بزائد بوني تي بزائد بوني همزة. إمام زنجاني رحمه الله أفرمي حمزة وقت يقل أول واقع بو حكم دكري بزائد بوني وكو ابن حازم يجد أفرمي أقل سحر في أصل لقل ضاب يعني سحر في أصلي هبون حمزة لأول وبو حكم بزائد بوني حمزة دكري باشا جا حرف كان خلاصي كلام يعني بدو إذا سحر في ببيت أصلي بن وكو أرنب وكو أكرمة وكو مثلا اتشفيل اتشفيل معناه بياوي بغيرت باشا او وحكم جدد دكري باصليبوني همزة كاتي كبدواي همزة دا دو حرفي اصلي يا تشوار حرف ببن او ارزي براي خوم كم تسي بيضلان او لشيويكي او دا حكم دكري باصليبوني كلمكا ايه زورت شاكا وكو مثلا وكو انبن وكو ازارين وكو استبلين او همزان همزه اصلي إيه. جا كل همزه تي ادف بوصد او يبيش ذاك فرمي كتضيفي دزاندري حرف زائد بغلبي زياده وكو همزه كلا حالي واب الاول وقراري قلبي مع ثلاثه اصول فقل قال سي حرف اصلي ابي وبس او وحكم ذاك بزائد بني فان الغالب عليها زيادتها هناك أويك غالبة عليها عليها لسد همزة بزوري زيادة وزائد بوني همزة هناك لويدا لويدا يعني كسي حرف أصلي ببن ها كان هدو جانت نوبه همزة بغالبي أويك بزوري لسد همزة كوتوا أويا زائد بوني همزة هناك لو شو نداك دواي همزة كسيدان حرف أصلي دا زور تشاك وكو أحمر أبيض أوانا إيه وكو أكرم أوانا أمجا ليردا كأحمر وأبيض هذا أمجا ونحو أكرما وكو أكرما مك فعل بمثلا ملين أمجا فأفكلون بالتنوين للرعدة باشا أفعلون أفكل بتنوين وأنا أحمر وأبيض بتنوين أفكل بتنوين للرعدة رد إنسان لفر ويخرج ده من حاوطه أوي مثلا دي أول لسوزني أفعل يا بولي وجود الشرطيني
كونها أولا وكونها مع صلاة الفجر فقط. حل شتك هاتون زي كم فرمي أولا ما أصلي مثلا كزول مختصرة وكالهمزة أولا ما شتي كما مع صلاة أصول أو شتدهما لبر هدو مرزك هاتون زي يكم كونها همزة أولا لا ولا واقع وكونها دبار همزة عرض بلا يخوم كم مع ثلاثة أصول فقط لقال سي حرف أصلي دا وبزيت الزيت لقال دانية إيه باش. والمخالف الذي يدعي أنه فعلل مخطئ أو كسيكوا مخالف أبو أمر رأيا أو مخالفيك وإدعادك كأفكل فعلل مخطئ لحالة دا يعني كاركي كاركي نابجي وغلطة باشا بو لأن حكمه على خلاف الغالبي شوك حكمي مخالفك هكذا نوبه مخالف حكمي مخالفك بيشواني غالب زوريني زورينا وايك همزة الأول وهو بدواي داسي حرف هات حكم بزايد بوني همزة ذكرت وكذا نحو إبريقين إفعل ويني إبريق شر إفعلا باشا بو إذ لا عبرة بما زاد على ثلاثة ولم يكن الأصولي شوك اعتبار النية بشتيك زياد ب لسي زياد ب وأصول جنب است إبريق دو همزة كا شو دهنا حرف هواية دي اعتبار بم يا أناكلت كما زادي على الثلاثة أو يا ديارك زائدة حرف أصل كان باء وراء قافك زور باشا ولم يكن هو يا أكل أصولني واقع ديارة اعتبار ناكلة بما بحرفك كزيادة للسيان بتر للسيان ولم يكن هو لا حروف أصولني إيه باشا وإستبلون إيه باشا فعلن كقرطعب لكونها مع أكثر من ثلاثة أصول ولا دليل على زيادتها ها هنا عرضي بلاي خوما كم وبين إصطبل باشا إصطبل إستلير كان دا تماشاك الدلالة سوزني فعل ليوكو قرطعب إصطبل قرطعب لصريا قلنا فعل لن باشا خماسي مجرد بو لكونها لبدوي فعل لن بلام إصطبل يا عفو لكونها لبدوي همزة حبيبا نوبو همزة لبدوي همزة مع أكثر من ثلاثة أصول لبلوي اللي لدى حمزك لقل زورتر لسي حرف أصلية حمزك لقل زورتر لسي حرف أصلية شونك اللي لدى أم حمزة وتما شايك سي حرف تيدان أها زيال لسي حرفة أو صاد طاء باء لامك دي تمعناش إيشان ولا دليل على زيادتها ها هنا و هیچ بلگیگ نیا باشا لسر زائده بونی همزه ها کلیسه تو بو همزه ها هونه لیره کنده باشا هیچ بلگیگ نیا لواقع ده هیچ زر باشا ولو لاشو اگه کسی گدوه تی ابریق فعلی لا اوش بخطه چو بو چون که ایوانی فرموی اعتبار نکلی بوی که زیاد لسیه نه والحرف أصلي دانندرت لا واحدة. إتلا ولا وجدا إبريق إفعيلة فعليل نية. أو كسي قبل إبريق فعليلة بختاتشوا. حروكو شون ديجود أفكل فعل لا بختاتشوا ولا وش بختاتشوا. ويعلم من ذلك أنها لو كانت ما أقل من ثلاثة أصول كانت أولى بأن تكون أصلية. ودزاندري لوراك لماناك بصمة كتائرة أنها همزة لو كانت ما أقل من ثلاثة أقل لصورتك لقل كمتر لسي حرف أصلية باشا كانت أولى بأن تكون أصلية يعني أقل همزة لقل دو حرفان بو لقل مثلا كمتر لسي حرف أصلي بو أو كانت أولى بأن تكون أصلية أو سزاوار وشايستي بو كواتب أصلي بي زائدة نبيت مثلا كالإبيلي كالقال همزة كادو حرفية والأدبي لقال همزة كادو حرفية كدالو باكي ونحو بني أوانا
والمراد بالأصول في هذا الماضي ما يكون خارجا عن حروف الزيادة أو تشهد لأصالتها مواقع الأصالة. ما بس بحروف أصل اللام شو ندا أويك حرف كان خارج بلا حروف زيادة أو حرفان نبن وباشان وشايتي بدا بو أصلي بوني همزة شويني أيوانيا مواقع الأصالة شويني أصلي بونك إذا شويني أصلي بونك شايتي دا كأجر سي حرفي بدوا دهات أو زائدة أجر بدوا دانهات دبت أصلي آوة. والميم كذلك باشا ميم يشهد بوشي ويا يعني وكو همزة ويا بزوري أم حالتا زال بسريدة في أنها لودا إذا وقعت أولا مع ثلاثة أصول فقط كانت زائدة في الأغلب أجر واقع بولا أولا يعني وكو همزة ويا لقل سحر في أصلي بوتانيا بس أو زائدة بزوري بزوري لو حالت دا همزة زائدة بيت وكتي وكو منبج بكسر الباء اسم موضع منبج وامزا من شارك لشاركان الشام باشا أمل يركان دا حكم دكري بزائد بوني سي بزائد بوني ميمكا منبج لسال وزني مفعل بيت ومضطردة زيادتها في الجار على الفعل وما يتصل بذلك من اسم المفعول ثلاثيا وغيره واسم المفعول واسم الفاعل من غير الثلاثي والمصدر الميمي واسم الزمان والمكان والآلة ومضطردة زيادتها بردوام زائد بوني ميم هكذا تبو ميم وصابت بردوام زائد بوني ميم لشودة في الجار على الفعل لواك جاري وسفل يعني لوانك لفعل مشتق ذكرين أعوى وأوشك متصل لبيت بذلك أي بوك يعني ذلك أما جابو الجاري على الفعل وأوشك متصل لبيت بو جاري على الفعل باشا التي لا بلين اسم مفعول ثلاثي بيا غير ثلاثي بيت باشا واسم فاعل لغير الثلاثي چونك اسم فاعل الثلاثي لا سوزني فاعل ميمي تدانيا بلان لغير الثلاثي لا ثلاثي مزيد رباعي مجرد رباعي مزيد تبعه اولك ميم وكوخند معنا مصدر ميمي كها اولك هاد ميم اسم زمان ومكان بزوري اولك كان ميم ايونيا اسم آلتي شروه اولك كان ميم جاميم زائده دبل اسم دا كاتك وكو باسم كان لا اول واقع بو وبدوي السحر في اصلها باشا عرضي براي خوم كم بلان لو بدوا يا بدوا دا چوار دان حرف هات كچوار حرف هات لك لشوين كابو كجاري على الفعل يعني لفعل ورده جيرا مثلا اواني پیش داوكو مثلا مكرم مكرم مقتل مضرب يا مثلا مدحريش مدحرس اما انا امامي من مشوانانا دا ببردوامي خواتي زايده او باسم آلتي جاوكو مفعل مفعال مفعلة هات سولتي أو والياء زيدت مع ثلاثة أصول فصاعدا نحو يلمع للسراب وضيغم للأسد إلا في أول الرباعي وهما يكون بعد الياء فيه أربعة أصول فإن الياء لا تكون هنا زائدة إلا الرباعية فيما يجري على الفعل على ياء زائدة دبيت أمانا باس حرف زائدة كذا أو سألتمونها أو هم زمان باسكر ومن باسكر أم زاودية سرسي سريع ياء زائدة دبيت بزوري لقل سيدان حرف باشا كحرف كان أصليبا كأصلي جبن يا برو سرتر سي حرفي أصلي برو سرتر سي حرف أصلي بن يا برو سرتر وكو يلمع للسرابي يعني كزيادة بي لقل سي حرف يعني لأولا بها ياك سراب وشتي كابرابة تابل بيابانا تينوياتي تيني بودوني حسب دكا لدورة آبك ديارة تاوي للبعب اللي يلو بيالي دبيني حزكا و
سەوزاییەک و شوێنەکە ئەمە هەتا دەچێت هە دەڕوە هیچتیشی نییە. دوایە یا دەیغەم کە بۆ ئەسەدا ئەمە لێدا یلمع لەوەڵەوەی بەڵام دەیغەم لێرەدا دقیقەن لە ئەوڵەوە نییە نی ئەمە ئەلبەتا ئەمە لێلمەدا لە ئەوڵەوە بێت بەڵام لە دەیغەمدا لە ئەوڵەوە نیە. هەرچەند عیبارەتەکەی مسەنیڤیش ئەوە ناگەنێ لە ئەوڵەوە بدەڵێ والیا و زیدت مع ثەلاثەتی ئوسول باشە زائیدە دەبێت لەگەڵ سێ حرفی ئەسلی جا چ ئەو یاکە لە ئەوڵەوە بێت لە ئەوسول کە دەیغەم لە وسەتایە کە ناوی شێرە إلا في أول الرواية ما قال لأول فعل رباعي ده وهو ما يكون بعد الياء في أربعة أصول أيش أوك لدوا ياء كوا لو رباعي ده شوار حرف أصلي ببن فإن الياء لا تكون هنا زائدة باشا عرزي براي خوما كما هو ليدا تي بيدلن ياء كزائدة نابت إيه ما قال إلا رباعية فيما يجري على الفعل ما قال رباعيك لو أنا كوا جاري بس فعلاني لفعل والدجري وكو يدحرجو على من باشا كحال وابع عدم به فإن حين زين تكون زائدة باشا أما اللي ركان دا وكو دبيني يدحرج اللي ركان دا أم يا أكل أول وهاتوا أم يا زائدة شو كما الأصل جاري على الفعل الأصل دا بلان دوا بو تعلم سيدحرجو بوكسك بلان هروكو شون لفعل كده حكم بزائدة بوني لك لك حتى كي يدحرجو فعل بو استيش كبو تعلم كدمانة بناو بوكسيك حتى حكم بزائدة بونا كي دكرت. ولذلك كان يستعور موضع أو شجر فعل لولا حل بر أويا ك يا زائدة دبي لقل سيحر في أصلي لقل سيحر في أصلي بلو سرتر ما قال لأولي رباعي دا تاولي استلير كندا اما يستعور تاولي ناوي شوينك او شذر يا درختيك اما تزين فعل لولا يعني ياك كد اول واقع بوا وبدويدا ام جقل واوك وكانك هم حرف اصلي ايوان يا اما لير كندا تي اصليه ياك حالي ارزم دبي كعذر فوتين وكو اوال سوزنوا لانه رباعي بعد ياي اربعه اصول لبلا وجه حرفيها ولا دواء يا أكيا وتشوار حرف أصلها توا ولا سجال عن الفعلي وجارجني على صرف الفعل فرمي إلا في أول الرباعي وكوتي وكو يستعور فرمي يا زائدة دبي لقل سيا حرف أصلي بلو سرتير مقر لأولي اسم رباعي دا أقل أول اسم رباعي دا قراري قرت أو تدبيت أصلي دبيت إلا في ما جاء الفعل مقر لش صورتك كجاري على الفعل بين الفعل وجلابه أولا دا أصلين وزائدة بلان أقل لأولي رباعي أبو باشا إيه زوتاكا يعني لدوايا أكو شوار حرف أصليبون إسي يستعور سين تا عين لقل رأى كما أصلين أما وزن كيف على لولا وكو عظرفوتا شونك أما دلالت شوار حرفية لدوايا أكي وشوار حرف أصلي هي وجاري على الفعل جنيا ما مشتقنا لفعل لواقع دا وصلحفية كانت فعلية كانت فعلية بزيادة الياء لأنها غير واقعة في أول الرباعي سلحف يعني زائد بونه ياء للغة العرب ده أنا أعود به يعني أما عن احتياج ذكاء بويك الزور أمشت الدور وكري تاوكو نقش ده بس برزا بوي شتك بردوام لقلد بي دبي لقلي بجي بوي شتك لبير النتيجة ودبيتو جيانة لقلي بي لواقع ده توقع جيان اللي قالينا بيكرت خلين توانا إتد دروا لزين تا جوار دبيتا والرج دبيتا ولا عقيدة بلاقة تو بردوام كخلين تو خلين توانا إتد رجنا بيتا ولا عقيدة جا صلح فيتون دالي لسوزني فعليتونا باشا بزيادة الياي ياك زائدة بو چونك لينا غير واقع فعل رباعي لبلو أو ياء لسلح فيتون دا واقعنا بولا أول اسم رباعي كده لو سطا واقع بوا بويا وقت الوسط ويا حكم لكلبتي بزائد ابونك زور باشا والواو والالف زيدتا امزا هل حرف اسمه واو الف امدوانا والواو والالف زيدتا مع ثلاثة فصاعدا واو الف سألتمونيها الف كوج واوكا زائدة بن لقل سحر في اصلي دا فصاعدا بلو ستر نحو كوثر وكو كوثر
وضارب وجدول وكتاب وكنهور وصرداح وعظرفوت وحبنطا وقبعثرا. أم واو ألفانا باشا حمين زائدة لم يسالنا داكوا بوي باسكتين إلا في الأول من الكلمة فإنهما لا تزادان. مجر أوي كالأول كلمة وقرار بجرن كالأول كلمة وقرار ينجرت باشا أو فإنهما لا تزادان هناك اللي بدا زائدة نابن واو عرزي براي خومكم زياد نابن لأول واو من الاسم لنا الفعل ده تمشك واو ن لأول اسم لنا لأول فعل ده زائد نابد شونك أجر زائد بودة بحركة يبدي شونك ابتدى بساكن محالة إيه أم جاء أجر ضمت فيدا إيوانيا يا كسرت فيدا إيه عرزي براي خومكم تمشك برواوك يعني رقا بيدادك حمزة يعني ببيت حمزة وكو مثلا أقيتة إشاحين عملية ردا أقيتة وقيتة لا صلى إشاح وشاح لا صلى بلان أوليا كمضموم أقيتة ومشان كمكسورة بقول على ظلان تطرق إليه الحمزة يعني حمزة خوي بيداك دو حمزة كخوي بيداك دو وكلا بلدو بوتا أقيتة بوتا إشاح باشا إيه بلا أجل مفتوح بوتي واو كالأول أو بو مفتوح بو خلاصة كلام عرزي براي خومكم دوبارة همزة بويدة تيت إيه زور تاكا لكات يكا وقت يكا بمان هي مزمومي بكين أيوش كي وقت مثلا اسمك تصغير كينو أولا كي وابيت أيوان يا دوبارة كمصغير أولا كي مضمومة دوبارة أجل أواو الأول أو بمفتوح بيه دوبارة دبيته بهمزة لكاتي مصغرة كيدا باشا أو عرزي براي خومكم إيه بمشي ويا عرزي براي خومكم حمزة بلمواب لأولا وتيا زائدة نابت أما قاعدة كي قشتي الفشكة لأولا هر زائدة نابت لبر أوي عرزي براي خومكم ألف ببردوامي ساكنة دمنت هو حركة ولا قلنا بلان ذاته كالأول وداني هر حركة كيف يبدي سر الشيء بس يب همزة أو يقص كمان زور باشا ولذلك كان ورنطل للداهية فعنلل لبلوا وتلاوا ورنطل كناوي مصيبتك عفوا ناوي مصيبة بمصيبتك ورنطل لسوزني فعنللا كجحن فلين وهو الغليظ الشفتي أو كالتي جورا لت أستور أما ليو التي في دلين بزوري كسي مثلا دبيني لتي له أستورا باشا أو بيلان تي بيلان جحنفل بسم الله جائسة ورمتل الشهيدة كما ورمتل هنا جحنفلية ورمتل لسوزني جحنفلية باشا ودقيقا واو كلمة أصلية ولذلك اللبن أو شنك الأول وقراري قرتوا باشا عرزي براي خومكم استي ورانتل دقيقا أو يكا وأصل واو كتير زائدة جاء أو يكي أما باس ما كرت كواو زائدة نابين الاسم دا نال فعل دا لبن أو يكا بلان بأصلي ديت باشا بأصلي ديت وكو ورنتل كما أموالي داتي أصلية والنون أمزا يتشك الحرف سد منها دبال النون والنون كثرت زيادتها بعد الألف آخرا نحو عثمانا وسكرانا وسرحانا وغربانا وغراب وغليان مصدر غلا يغلي النونش عرزي بلاي خومكم زور دبيت زائد بوني يعني زور زائد بوني لدواء الفوا كحال وابك لدواء الفوا بيه لآخرة وقرار يعني لدواء الفوا زائدة دبيت لآخر كلمة وكو عثمان وكو سكران وكو سرحان وكو غربان كزمي غرابة وكو غليان كما استري غلا يغلي غليانا أما دبين لدواء الفوا
كأوي هاتوا لآخر كلمة وهاتوا نونك ونونتي زائدة وصالسة ساكنة وبزوري زائدة بي باشا نون لمرتبة سيهم دابت كساكن بي وكو شرنبث للغليز الكفين والرجلين كسي بردستي أسطور يا قاتي بانو قورن الظلام أمانة قورن أما فعلاً شرنبث وربما وصف بالأسد وهندي جار دبيت وصف بوشير چونك شير واقعا هم تيبالم أو تمكاني ظلام قاتي شهروا استاب ليرد أو نونك لمرتبة سيهم دايا وساكنشا أم نونتيا زائدة أم جاء وعرندين للوتري للوتري الغليظي وتر بمعنى بشتا بشتيغ محكم وقوي قول بيدلن عرند أو نونا ليرا كان ده زائدة وإنما حكم بزيادتها هنا بويا حكم كلابة زائد من يدا لأنها في مثل هذه الصورة تبلو لبيني أم صورة دا تكون مزيد ألفي وكو جي ألف وايا يعني وكو ألف جي ألف بي عادة لمشونا دا ألف زائد دا بي وكو بجي ألفا تبعة بمشي ويا حكم دا كلابة سيبا زائد بوني. قال سيبويه النون والألف يتعاوران الإسم في معنى شرنبث وشرابث بضم الشين وجرنفش للعظيم الجنبين وجرافش بضم الجيم. إيه جنابي سيبويه برحمة لأفرمين ألف ونون نون ألف يتعاوران الإثم باشا يعني داخل ده بنسر اسم يعني زائدة ده بن لإسم ده عام بس فيها ويا كزائدة ده بن لمعناي شرنبث وشرابيز ده شرنبس حرف سيهمك نونك دقيقا لو شو نجدها شرابيث جمع كيب الله ميشين لو شو نياءها شرابيث لشويني نونكها ألف هاتوا تاوليتي إيزا تشاك بلا مشيني أمزاد جران فش للعظيم الجنبين أو كسيك حدو قراغو تنشتكاني قوربن أها حرف السيهما لولا وجمعكي جرافيش بيضم الميميني دقيق لشويني نونكا لجمعك دا تي هاتوا ألف هاتوا زوق سيشي جوانا يعني لجيقي يقدا قرار دقرن بويا ليودا أو نوندبت زائدة باشان واتردت زيادة النون في المضارع نحو نفعله وببردوامي دبيت زائد بونين نون لفعل مضارع نفعله كان لمتكلم مع الغير دايو اعتبار حلوة ببردوامي تسلب زائد دبيت عرض بلايخهم كم والمطاوعي ولو فعلا لو فعل دا كواتيا بمطاوع عدد عادة أو فعلي كوا نون لأول والزائد دبيت وبمطاوع باب انفعال وكو انقطع وكو انفعال وكو ينفعل بوخيدالا أما أمنون اللي ودا تسلب الزائدة تبيع ببردوامي إيه زود شاك باشان والتاء ومزا هر حرف الشكال حرف زائدة تاء أما بزوري لك ودا زائدة تبيع دلاء والتاء يعني تاء بكودي وبكودي زيادة تبيع ببردوامي الأولي مضارع ولباب تفعل تفاعل افتعال استفعال تفعلل لما استركان يندى ليس فعل كان ليس فعل كان يندى يكن في التفعيلي ونحو يني تفعيل يني تفعيل وكم مثلا عرض بلايخون كم في التفعيل ولا لما استري باب تفعيل لما بس فيها ويا ولا لباب تفعل دا لباب تفعل دا افتعال استفعال تفعلل مستركانيا وكو تفعل تفاعل افتعال استفعال تفعلل استفعال مفعلكانيا متفعل متفعل متفاعل متفاعل مفتعل مفتعل مستفعل هكذا متفعل المتفعل الأبو الشيوية من المسألة لما استدركان وكوك التفعل والتفاعل والتفاعل لي زائدة تي لما ندت زائدة وفي نحو رغبوت وملكوت وجبروت أيضا بشا ولويني رغبوت وملكوت وجبروت جداد بارا عرضي بلاي خومكم أو تأتي زائدة لو شوانان دا يعني الحرف سهم كلمة كقرار رغبوت ملكوت جبروت إيه ذو قسيك جوان باشا حرف جكد والحرف زائدة السيناء أي بزوري لشوانا زائدة والسين اضطرد زيادتها في استفعلها السين بردوام دبيت زائدة بونك لا استفعل دا
باشا لبابي استفعال ده إيه وشزت في أسطاع بلان لأسطاعدت يا شازة باشا لأسطاعدت يا شازة سيكي زوزو جوانا أو لو دا كزيادة لباب افتعال دا وكل بيشتا باسما كر أو واقعا أو زايدة من الشازة قال سيبو في الأصل إطاعة من الإطاعة فمضارع يستيع بالضم وأصله يطيع والشاذ زيادة السين سيبو إذا فرمي أصلك إطاعة لإطاعة مسل باب إفعال لأجوفة مضارك يستيع بضمي ياك أصلك شي يطيع شازك زايدة بني سينك خسيك جوانا وقال فراء الشاذ فتح الهمزة وحذف التاء عرض براي خونكم لكان في الأصل استطاع أما فراء ريش كي دل الشاذ كفتح همزة كي كدلين أسطاع وحذف التاء كي تاء منقوطة شون كدل الأصل استطاع إلى باب استفعال بوما دود أنا شاذ رويان داو يكم يعني همزة كي كمكسورة مفتوح بو دوم أو تاء منقوطة كيفش كذا اللي بيبقى يفتعل أيش حذف بوه من الاستطاعتي فمضارع عنده يستطيعوا بالفتح وصله يستطيعوا إيه بلان الله أعلم قصي سيبويه دقيق تلو ورتلو جالب تربي لواقع ده وإنكاري ناكل لواقع ده باشان بله وعدوا سين الكسكسة لخوارو غلطون حساب كردن و جماردن سيني كسكسا باشا لحروف زيادة و لو شنانا كبلين لكدا بزوري زيادة بي او سينيا حساب كردني لنا ام حروف زائدة و لمواضع زيادة دا اشتجي غلطة اما رد لسر زمخشريك او بيواب و سيني كسكسا و شيني كشكشا داخل حروف زائدة وعدوا سين الكسكسة عدي سين كسكسة كسكسة باشا كسكسة وهي التي تلحق وهي التي تلحق بكاف الخطاب للمؤنث أو هيك دتسبيد بكاف خطاب وكبو مؤنث به في قول بعضهم أكرمت كيس مررت بكيس حالة الوقف مثلا أكرمت كي لبرابر جنيك دات وضلي من خانم رزم لبوتودانا لوقفة سينك في ودنا مرت بك وقف لسداد كان سينك دلان أكرمت كيس مرت بكيس أمل حاطي وقف دابو إبخان للكسرة الفارقة بينه وبين كاف الخطاب المذكري لبر أو لبر هشنوي أو كسريك جاوزي دخات باشا بينها زوتك وبين كاف الخطاب المذكري جاوزي دخات لبين مؤنث ذا لبين كافي مؤنث ذا ولبين كافي خطاب مذكر ذا مثلا لحالتي وقف ذا أقصينا كتنا كسر كلمة مثلا بلان مثلا أو سينين يعني مثلا تقول أكرمتك أكرمتك لو وقف ذا أكرمتك أكرمتك تكيبي تكيبي لو وقف ذا ذا أكرمتك إيه بلان أقصينا كتنا دلي كسري كافك دمينتو باشا دلي مثلا أكرمتك يعني أود يارا بو مذكرة بلان بو من نزل أكرمتكس سينك ديني لوقف يعني لواك كافي مذكر والنسي في يوم الحق دبي بلان كابو كافي مذكر سينك ناهي اندري جا أمجا وعدو سيني الكسكستي جماردن وحساب كدني سيني كسكسة من حروف زيادتي لنا حرف زيادة لا غلط غلطة شيء سقط بو ولا الاستلزام يشين الكشكشة في قول بعض آخر لبر بلازم بوني أم عديا أم أجر حسابك لأم سيني كشكشة لو لازم لو PhD زائد بوني شيني كشكشش لقول هنديش كده كدلة أكرمتكش مرتو بكش يعني أجل سينك يبيني شينكش عندك ديهنا أو كاتا مع أن الشينة بالاتفاق لسن حرف زيادتي لقلو دا شين واتفاق مزانان داخل حرف زيادنية أملاك وأيضا أنها حرف معنى ولا شيء من الزائد كذلك
ولبر أوش عزيز بلاي خم كم أن هذا بلو أم حرف زيادة حرف معنى يعني حرف يكن كوا معنى دين بدو أخوان ده وكو بعض ما كدو لهم وله بابا كان ده دهيز دانة قلم زائدة نواني يعني أو كافة بلام أو سينة أو شينة أجا زيادة جبكر أحيانا هشتك بدو أخوي ده نا يعني زود زود شاكا دتواني أنا سر وأما اللامو فقليلة لردا بيستين إن شاء الله لدرس دهات ولا درجة بحث كمان ددين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.